شباب. انا هنا هكلم الشباب اللي موجودين معايا في الاعداد قبل ما اكمل التفاصيل. انا عايز حضراتكم تجيبوا لي ثلاث، بجد انا بتكلم بجد على فكره مش بهزر، تجيبوا لي ثلاث صور وتقولوا لي، وتحطوا من الثلاث صور اللي هتجيبوها ثلاث صور لاشخاص اجنبيين يعني مش مصريين، اجانب. ثلاث صور منهم صوره رئيس لجنه الحكام، ونعمل مسابقه. هل في حد يعرف مين هو رئيس لجنه الحكام او شكل رئيس لجنه الحكام؟ هتقول لي يا عم مش مهم شكل رئيس لجنه الحكام، المهم اللي يعمله رئيس لجنه الحكام. طيب مسابقه تانيه، هو رئيس لجنه الحكام الخبير البرتغالي الكبير والعظيم والكذا والكذا بريرا بيعمل حاجه؟ هل حضراتكم شايفين ان هناك تغيير في هذا الامر؟ طب خليني اقول لحضراتكم موضوع. عارفين ان حكم مباراه الاهلي وبيراميدز اتغير قبل المباراه بساعات قليله؟ كان في حكم تاني هو اللي هيحكم هذه المباراه، ولكن تم تغييره. كمان شويه كده هقول لكم على الاسباب. بس خلوني اكمل كلامي. هو فيتور بيريرا فين؟ الخبير الاجنبي اللي بيقبض بالدولار كل شهر. معرفش هو كان عنده مشكله الاسبوع اللي فات انا اتكلمت مع حضراتكم فيها، اللي هي الغرفه اللي في الاوتيل كانوا مانعينه من دخول الاوتيل عشان اتحاد كره القدم مديون للاوتيل، ولكن حلوا له المشكله الحمد لله. ولكن من بعد هذا الامر وحتى الان الراجل اختفى. ما شفتش ليه اي حاجه غير حاجه واحده بس، شفته على البحر في اسكندريه. على فكره بتكلم بجد والله، شفته على البحر في اسكندريه في ماتشات الكره الشاطئيه. وحضرتك واخد بالك من الدوري الممتاز؟ حضرتك قلت ان انت مالكش دعوه باي حاجه السنه دي، وسايب اللجنه للمصريين اللي موجودين فيها يعملوا اللي هم عايزينه. طب هو حضرتك في اسكندريه بتعمل ايه؟ بتراضي الحاج محمد ابو الوفا المشرف على الكره الشاطئيه؟ اه والله اهو. طيب حد عارف مين الخبير الاجنبي؟ انا عارف ان انتوا عارفين الحاج عامر حسين، يعني الحاج محمد ابو الوفا شويه. طيب في ثلاثه تانيين، مين فيهم بريرا؟ ها؟ طبعا الكرة الشاطئية ليها احترامها وليها كل حاجة، ولكن الكرة الشاطئية أهم من الدوري الممتاز؟ ماشي. هتقول لي أصل الدوري خلص، الأهلي خد الدوري والفرق اللي نزلت نزلت وكل حاجة. طب هو حضرتك إمتى هتشتغل رئيس للجنة الحكام؟ أنا محتاج حد يجاوبني على النقطة دي بجد. ومحتاج إجابة على هذه النقطة تحديدا علشان أقدر أتكلم. وزي ما قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات، لجنه الحكام كابتن توفيق السيد هو اللي بيدير هذه اللجنه. خلاص هقول لحضراتكم حاجه على فكره، عايزين تمشوا بريرا مشوه، وهنوفر الدولارات ونخلي كابتن توفيق هو اللي يدير، ونشوف يمكن كابتن توفيق نعرفه ونتكلم معاه. وهو كابتن توفيق نفسه على فكره بيقول للناس اللي حواليه ان هو مدعوم دعم جامد. يعني مش هقول من مين، يا ريت هو يطلع يقول لنا من مين. هل هو من مجلس اداره الاتحاد ولا دعم منين؟ خلاص يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم كاتحاد كره، يعني حطوا رئيس لجنه حكام ونوفر الدولارات دي كلها.